مرحبا لجميع الطلاب والطالبات، أنا سعيدة لانضمامكم لإلي في حصة مهارات حياتية وحصانة نفسية بموضوع الخطوات الأربع. اسمي رنا زيد، مستشارة تربوية ومرشدة في قسم الخدمات النفسية. درسنا اليوم رح يكون حول مواجهة الأفكار المعيقة. تعالوا نشوف الدرس سوا وبتأمل إنكم تستمتعوا فيه. إيش رح نتعلم اليوم؟ اليوم رح نتعلم عن الأفكار المعيقة، ليش بتظهر وكيف بتأثر علينا؟ رح نتعرف على طريقة فريدة من نوعها عشان نميز ونعرف هاي الأفكار المعيقة لما هيك تخطر ببالنا أو تتواجد في عقلنا. رح نتعرف على أداة كثير مميزة باسمها الخطوات الأربع اللي هي بتساعدنا نواجه الأفكار المعيقة. رح تتدربوا كمان بشكل ذاتي وشخصي على مواجهة الأفكار المعيقة. إيش مطلوب منكم تجيبوا للدرس؟ أوراق أو دفتر، قلم رصاص وأقلام ملونة. رح أعطيكم دقيقة تجيبوا الأغراض سريع وترجعوا للدرس. أوكي، طيب يا طلاب، قبل ما نبلش درسنا رح نعمل تمارين تنفس اللي هي إشي كثير مهم وبيساعدنا بكثير حالات. طيب رح أورجيكم إيش أنا جبت معي اليوم. أنا جبت معي وردة وشمعة. تمارين التنفس مهم جدا لما إحنا نعملها هيك، نستنشق هواء، ندخل هواء على الرئتين تبعاتنا بعمق شوية أكثر من ما إحنا متعودين باليوم يوم، ولما نعمل زفير ونخرج الهواء مهم نخرجه ببطء هيك شوي شوي وبراحة. عشان تفهموا التمرين أكثر وتحاولوا تعملوه دايما رح نستعمل الوردة ورح نستعمل الشمعة. بدي إياكم تتخيلوا إنه بإيدكم اليمين في وردة وبإيدكم اليسار في شمعة. عشان نعمل شهيق إحنا بدنا نشم الوردة ونستمتع برائحتها الزكية، فإحنا هيك بنعمل شهيق، ولما بدنا نعمل زفير بننفخ على الشمعة. اتذكروا دايما الوردة والشمعة لما بدكم تعملوا تمارين التنفس عشان تعملوهن بطريقة صحيحة وسليمة. تمارين التنفس كمان ممكن إحنا نعملها وإحنا مغمضين عينينا، مفضل طبعا. والأمر الثاني ممكن نحط إيدنا على بطننا ونشعر بحركة البطن والإيد، كيف لما بنعمل شهيق بطننا هيك بيرتفع وكيف لما بنعمل زفير بطننا هيك بنزل لتحت وبخفت. تعالوا نعمل مرتين شهيق وزفير بالطريقة اللي علمتكم إياها. في البداية بنشم الوردة وبعدها بننفخ على الشمعة. حطوا ايدكم على بطنكم واعملوا التمرين كمان مرة. شهيق، منشم الوردة، وزفير، نطفي الشمعة. حلو، تمارين التنفس بترافقنا كثير ومهم انتوا كمان هيك تبلشوا تتدربوا عليها لانه بتساعدكم هيك ترتاحوا وما تكونوش متوترين، وخصوصا لما انتوا موجودين بظرف ضائق او بظرف ضاغط او بضائقة معينة بتواجهكم. طيب قبل ما نتعلم أداة الحصانة الجديدة مهم جدا تتذكروا يا طلاب انه بدروس الحصانة السابقة اللي انتوا تعلمتوها عرفتوا انه أدوات الحصانة هي بتساعدنا نتعامل مع ظروف وأمور حياتية اللي بتواجهنا في اليوم يوم. ممكن اشي
بزعلنا، ممكن أمر اللي هو بضايقنا بيوترنا بعصبنا حتى. فأدوات الحصانة النفسية دائما موجودة هنا عشان تساعدنا نتعامل مع هاي الظروف. اليوم الأداة اللي رح نتعلمها هي رح تساعدنا بكل موضوع الأفكار، ومش عم نحكي عن أي أفكار، بنحكي عن الأفكار المعيقة، يعني اللي بتعيق علينا المشاعر الحلوة والمزاج الحلو. وهذا إشي طبيعي اللي ممكن يصير مع كل واحد فينا، إنه يكون في أفكار معيقة اللي تضايقه وتأثر عليه، وإحنا رح نتعلم اليوم كيف إحنا نتعامل معها ونحاول نتعامل مع الظرف اللي إحنا موجودين فيه. كيف ما أنتم شايفين بالشاشة في عنا أداة، في حدا منكم عارف إيش هاي الأداة؟ أو لإيش بنستعملها؟ اللي حاملها الولد؟ أوكي صح، أنا مش سامعتكم بس متأكدة إنه قسم كبير منكم جاوب صح. طبعا الأداة اللي أنتم شايفينها هي شبكة لاصطياد الفراش، وكيف ما أنتم شايفين الشبكة نفسها هيك بتيجي ناعمة معمولة من خيوط اللي هي لينة عشان إحنا ما نضر بالفراش. اتذكروا هاي الأداة لأنكم أكيد بتسألوا حالكم طب إيش بدنا بهاي الأداة؟ ليش رنا جاي بهاي الأداة معها؟ كمان شوي رح تعرفوا خلال الدرس تبعنا، بس تذكروها كل الوقت. طيب هون عنا صديقنا آدم، وانتو بتعرفوه أكيد من دروس الحصانة. آدم كان يشارك بالواتساب من خلال رسائل الواتساب لمعلمي والطلاب بالأمور والأشياء اللي بتمر عليه، ويطلب هيك مساعدتهم، وإحنا نحاول لما نقرأ رسائل آدم نساعده. اليوم آدم قرر يشاركنا بأمر اللي هو عم بمر فيه، لكن من خلال رسومات الكاريكاتير. هو عم بتعلم دورة كاريكاتير وحب إنه يشارك هاي المرة من خلال رسومات الكاريكاتير. تعالوا نشوف إيش بيقول آدم. هيك آدم بعث: تراسل طلاب الصف فيما بينهم عبر الهاتف، وأرسلوا لبعضهم بعضا لعبة تعجبهم جدا وهم يتحدثون عنها طوال الوقت. طلب منهم أن يرسلوا له الرابط عدة مرات ولكن ما من مجيب. طبعا كيف ما أنتم شايفين يا طلاب، فوق رأس آدم أو حده في غيمة، وبالغيمة عادة إحنا هيك بيكون موجود الأمور اللي إحنا بتمرق علينا أو بنفكر فيها لما نتعرض لظرف معين بحياتنا. حسب رأيكم بإيش آدم بفكر بهاي اللحظات لما ما حدا جاوبه؟ أكيد هو فكر إنه مش مهتمين فيي، ولا حدا فيهم معبرني، أنا ولا مرة طلاب صفي بيساعدوني. فممكن إنه آدم مرق براسه كثير أفكار، وهي الأفكار رح تخليه يصير عنده مشاعر اللي هي غير مريحة، والمشاعر كمان بعدها رح تخليه يتصرف تصرفات اللي ممكن تكون مش كثير إيجابية ويتندم عليها. حسب رأيكم إيش ممكن آدم يعمل لما صار معه هذا الظرف أو هاي الحالة؟ أكيد في عندكم أجوبة. ممكن آدم يكتب بمجموعة الصف كلمات جارحة ويطلع من المجموعة، ممكن يتصل بطلاب صفه ويحكي معهم بطريقة اللي هي مش منيحة، فممكن هو يتصرف تصرفات اللي هي تكون سلبية. طبعا إحنا كثير بنفهم آدم وبنفهم إنه هو مضغوط أو متضايق أو مجروح من طريقة تعامل أصدقائه معه، بس نحاول إحنا نشوف كيف ممكن إحنا نساعد آدم يفكر بطريقة مختلفة. طيب كيف ما أنتوا شفتوا يا طلاب، آدم كان موجود بظرف معين، بهذا الظرف صار عنده أفكار برأسه. فالفكرة هاي الفكرة أو الأفكار اللي صارت براسه إنهم بيعبروهنيش، ولا واحدة مهتم فيي، بيجاوبونيش، خلته يشعر مشاعر اللي هي كثير صعبة: إحراج، زعل، عصبية، كثير أمور اللي ممكن هيك مشاعر اللي دارت في داخله. وهاي المشاعر خلته يتصرف ممكن تصرفات اللي هي ما تكون مقبولة، وهي التصرفات أكيد رح تزيد من الأزمة اللي آدم موجود فيها. وهيك بصير عنا دائرة مغلقة، وبهاي الدائرة كل ما إحنا موجودين بأفكار اللي هي معيقة أو أفكار اللي هي غير إيجابية، هاي الأفكار بتخلي يصير عنا مشاعر كمان اللي هي غير مريحة، وبتخلينا نتصرف كمان تصرفات اللي إحنا ما بدنا إياها، وبنظلنا نعيد على نفس الإشي، بنظلنا موجودين بداخل هاي الدائرة المغلقة. طيب بدي أسألكم سؤال: الفكرة اللي فكر فيها آدم هي حقيقة حسب رأيكم؟ مهم جدا نسأل حالنا دايما هذا السؤال. كل مرة بتخطر في بالنا أفكار معينة، مهم نسأل حالنا الفكرة اللي أنا بفكر فيها هي عن جد إشي حقيقي؟ هل آدم لما فكر إنه أصحابه ما بيهتموا فيه أو ما بيعيروا انتباه هي حقيقة؟
هم عن جد هيك، ولا ممكن بهاي اللحظات هم ما انتبهوا للرسالة، كانوا مشغولين باللعب ممكن وما قدروش يجاوبوه أو ما يقدروا يعطوه بنفس اللحظة جواب معين. طبعا انت شفتوا انه آدم اتطلع عليها كأنها حقيقة، كأنه عن جد ولاد صفه بيهتموش فيه بيساعدوهوش، وعقلنا بحب يبالغ ف بردود الفعل، فمرات انه لما بنفكر بامر معين عقلنا بيساعدنا انه احنا نطلع عليه كانه حقيقه. كيف ما انتم شايفين هون في عنا كثير افكار اللي عقلنا ببلش يخزنهم كانه هاي حقيقه وكانه هاي امر واقعي اللي هو صار معنا، واحنا متاكدين انه هيك الاشي قاعد بصير بالحقيقه. واكبر مثال عنا انه ادم صدق، عقله صدق وهيك الافكار اقنعته، هاي الافكار المعيقه اللي احنا بنحكي عنها واحده من اللي بيميزها انه بتقنعنا انه هاي الحقيقه، هذا الامر هو حقيقه وما بنقدرش احنا نغيره. طيب عشان احنا نقدر نتعامل مع هاي الافكار المعيقه بدنا نرجع شوي للشبكه اللي حكيت لكم عنها بالاول. تعالوا نتخيل انه الافكار صار معنا حدث مثل ادم وصار دار براسنا هيك كثير افكار معيقه، واحنا طبعا هاي الافكار ما بنقدرش نمسكها بايدنا، لكن بنقدر هيك نحاول نجمعها ونحاول نلقاها مثل الشبكه. يعني الشبكه بتساعدنا نصطاد الفراش وهيك نمسك الكيس ونطلع على الفراشات، ونفس الشيء عقلنا بقدر يصطاد الافكار المعيقه، يعرفها يصطادها ونطلع عليها ونعرف نفكر فيها انه هاي فكره معيقه انا مش راح اسمح لها تكون حقيقه، راح اتعامل معها كانه إشي انا فكرت فيه، مش معناها انه هذا الامر هو صحيح. فكل مرة انتوا بتحسوا انه ممكن المزاج تبعكم يتغير او في اشي فكرتوا فيه وضايقكم، تتذكروا الشبكة وتحاولوا تصطادوا هاي الافكار وتقولوا لحالكم انه هاي افكار معيقة، هاي مش حقيقة اللي هي عن جد الامر اللي انا بفكر فيه وقاعد بصير. طيب تعالوا بعد ما احنا ميزنا الافكار المعيقة وساعدنا عقلنا يعرف انه هاي فكرة معيقة وانا مش رح اخليها تتغلب علي او تسيطر علي، تعالوا نتعلم شو بدنا نعمل مع هاي الفكرة، كيف بدنا نتعامل معها. طيب الخطوة الاولى انه نفكر بهاي الفكرة المعيقة، وهيك ممكن نكتبها ممكن نتخيلها ممكن نفكر فيها. مثلا تعالوا ناخذ مثال ادم، ادم قال لا احد يعيرني اهتماما، هاي الفكرة المعيقة اللي ادم حاليا بفكر فيها وهو مقنع فيها انه عن جد هذا الامر حقيقي. الخطوة الثانية نسأل حالنا هل بقدر أتخيل اللي صار بطريقة ثانية؟ يعني هل بقدر أفكر بالأمر بطريقة مختلفة؟ مثلا إنهم هم إسا مشغولين ما انتبهوش لرسالتي، ممكن قرروا يجاوبوني بكرة أو لما يشوفوني عشان يساعدوني كيف أنزل اللعبة. فإذا كان الجواب نعم مثل ما أنا هسا حكيت، فسهل علينا إنه ما ننجرفش وراء هذا التفكير وبسمحش لحالي إنه أعتبره حقيقة. لكن إذا كان صعب علي أتخيل أمر ثاني وظلتني أقول لحالي مبلا هم ما بيهتموا فيي وما بيعيروني اهتمام، فتعالوا ننتقل سوا للخطوة الثالثة. لكن قبلها مهم جدا نقيم علامة التعجب أو النقطة ونحط علامة سؤال، نقول لحالنا على الأقل إنه مشكوك بأمره، يعني عن جد ما حدا بيهتم فيي؟ هاد سؤال مش حقيقة، أنا عم بسأل حالي وبسأل عقلي إذا عن جد أنا ما حدا بيهتم فيي، بطل زي ما كان بالأول لما آدم قال لا أحد يعيرني اهتماما، أخذها كأنه إشي حقيقي، هنا إحنا عم نشكك بهذا السؤال. طيب الخطوة الثالثة طبعا طلعوا آدم إيش بيقول لحاله، أنا لا أعتقد في هذه اللحظة أنا لا أعتقد أن لا أحد يعيرني اهتماما، وأشعر الآن بأنني لا أنتمي للمجموعة، هذا يجرحني وصعب علي. آدم هون أول إشي حكى أنه بهاي اللحظة هو حاسس أنه ما حدا بيهتم فيه في هاي اللحظة، مش دايما مش كل يوم، بهاي اللحظة اللي هو هسا عايشها، وبشعر أنه ما بنتمي للمجموعة كمان بهاي اللحظة، وهاي المشاعر بتجرحه وبتخليه صعب عليه. فهون هو اعترف بمشاعره، حكى عن هاي اللحظة مع ما مش على انه كل الوقت هو هيك حاسس، وحكى مشاعره بطريقة كثير واضحة. الخطوة الرابعة هو اقف منتصبا واقول لنفسي ايش ادم قال لحاله، تراودني الان فكرة او شعور بان لا احد يعيرني اهتماما، لن اسمح لهذه الفكرة بان تسيطر علي. طلعوا ما يعني كيف اتعامل مع الموضوع، انا عارف انه الان بتراودني فكرة او شعور انه ما حدا مهتم فيي، مش رح اسمح لهي الفكرة انه تسيطر علي. ليش؟ لانه هاي مش حقيقية، هاي اشي انا بفكر فيه،
أنا جزء من الصف والمجموعة ويهمني أن أفهم عن ماذا يتحدثون. بإمكاني أن أكتب على الخاص لأصدقائي المقربين وأطلب بطريقة واضحة أن يرسلوا لي رابط اللعبة. يعني آدم مش بس حكى الأمر اللي مذايقه وكمان ما سمحلوش إنه يسيطر عليه، وهو أنطى بدائل إيش بده يعمل عشان هو يشعر أحسن. بده يتوجه لأولاد صفه ويحكي لهم إنه ارسلوا لإلي رابط اللعبة أو بده يكتب الأصدقاء المقربين. طيب تعالوا هيك نتطلع على الأمور اللي إحنا حكيناها، وبدنا نقوم بهذا الأمر بنفسنا. الخطوة الأولى منحط الفكرة مع علامة تعجب كأنه إحنا مقتنعين فيها أنه هي عن جد صحيحة. الخطوة الثانية منبدل علامة التعجب مع علامة استفهام عشان إحنا نقول لحالنا مش أكيد هي صحيحة، أو مش كل الوقت هي صحيحة، ممكن بالوقت الحالي نسأل حالنا هل إحنا بنقدر نفكر بفكرة ثانية. وبعدها بننتقل للخطوة الثالثة إذا ظلينا إحنا حاسين بعدم الراحة. بالخطوة الثالثة منصيغ هاي الفكرة أو الشعور باللحظة الآنية، باللحظة الحالية بقول الآن أنا أشعر بالغضب أو أشعر بالحزن لأن طلاب صفي 1 2 3، أو لأن أمي وأبي 1 2 3. بعدها بالخطوة الرابعة هيك مهم إحنا نوقف بانتصاب ونقول إنه الفكرة والشعور اللي أنا بفكر فيها وبشعره بثيروا عندي عدم الارتياح. عن جد هن مخلياتني هيك ما أشعرش منيح، مش رح أسمح لهاي الأفكار والمشاعر إنها تقرر لإلي أو تسيطر علي، ورح أختار الحل المناسب لإلي. طيب الآن رح نقوم بهاي المهمة بنفسنا عشان نشوف قديش قدرتوا أنتوا تفهموا إيش مطلوب منا بالأربع خطوات. رح أعطيكم 5 دقائق، بدي أطلب منكم تجيبوا 4 أوراق، على كل ورقة ترسموا خطوة كيف ما أنتوا شايفين، ويصير عندكم هيك 4 أوراق على كل ورقة في خطوة. ممكن تقصوا كمان شكل الخطوة نفسها، تقصوها بالمقص. رح أعطيكم 5 دقائق عبين ما تعملوا هاي المهمة. تفضلوا.
اوكي طيب يا طلاب، بتأمل انكم لحقتوا هيك تعملوا الخطوات، وحتى لو ما لحقتوش ممكن بعد الدرس كمان تكملوا بالفعالية وتحاولوا هيك تعملوها مع حالكم ومع افراد عائلتكم. طيب هيك صار في عنا 4 خطوات، بدي اياكم كل واحد يفكر هيك بفكرة معيقة اللي بتراوده بالفترة الحالية وبتخليه هيك يشعر مشاعر استياء، حزن، غضب، قلق، إهانة، أو أي شعور غير مريح. طبعا في البداية بالخطوة الأولى كيف ما تعلمنا، أنا رح أرجع هيك الخطى عشان أنتم كمان تشوفوهن. بالخطوة الأولى بدنا نحط الفكرة المعيقة اللي أنتم بتفكروا فيها. بالخطوة الثانية بدنا نحط الفكرة مع علامة السؤال ونسأل حالنا هل بقدر أفكر بإشي بأمر آخر، أو إذا لأ بدنا ننتقل للخطوة الثالثة، بدنا نصيغها كفكرة أو شعور اللي بيراودنا في اللحظة الآنية أو باللحظة الحالية. يعني بدنا نقول لحالنا الآن أنا أشعر كذا كذا كذا، أو الآن أنا أفكر كذا 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 في هاي اللحظة، في هذا الوقت اللي أنا موجود فيه. بالخطوة الرابعة بدنا هيك نساعد حالنا إنه نوقف وننتصب ونقول إنه هاي الفكرة والشعور عن جد بخليني أشعر بعدم الارتياح أو بالغضب أو بالاستياء أو بالعصبية، وشرعي وطبيعي يكون عندنا هذا الشعور، لكن أنا مش رح أسمح لهاي الأفكار والمشاعر إنها تسيطر علي أو تقرر لإلي، عشان هيك أنا بدي أعمل 1 2 3. يلا معكم هيك كم من دقيقة تحاولوا تفكروا بالفكرة اللي براسكم حسب الخطوات الأربعة. اوكي ممكن تكملوها كمان شوي بعد ما نخلص الدرس تبعنا، لانه احنا وصلنا لاخر الدرس وبدنا ننهي ونلخصه. ايش تعلمنا اليوم؟ تعلمنا عن الافكار المعيقه، ليش بتظهر وكيف بتاثر علينا. تعرفنا على طريقه فريده لتمييز الافكار المعيقه اللي هي شبكه الفراش، اللي حكينا كيف ممكن زي ما بنصطاد الفراشات وبنطلع عليهن كمان نفكر بعقلنا، نحاول نميز ونعرف وين الفكرة المعيقة ونتعامل معها ونقول لحالنا هاي فكرة معيقة. بعدها بدنا نستعمل الأداة الجديدة اللي تعلمناها للحصانة النفسية، وهي الخطوات الأربع اللي بتساعدنا نواجه هاي الأفكار المعيقة ونتغلب عليها. كمان قبل ما ننهي لقائنا بحب أحكي لكم إنه يعطيكم ألف عافية، بتأمل إنكم شعرتوا بالقرب رغم إنه إحنا بعاد وعم نتواصل من خلال الشاشة الصغيرة. مهم جدا ما تكونوا لحالكم، ما تكونوا بمفردكم، شاركوا أصدقائكم، أقاربكم، معلمينكم بأمور اللي هي بتشغل بالكم، إن كان أمور إيجابية أو أمور اللي هي صعبة أو حزينة، وتجاربكم كمان. ومهم جدا كمان تبدوا اهتمامكم بالآخرين، بأصدقائكم، بعائلتكم، بكل الأشخاص اللي بحياتكم. نلتقي في درس المهارات الحياتية القادم، يعطيكم ألف عافية، إلى اللقاء، وشكرا لكم على مشاهدة البث.